السلام عليكم، رمضان مبارك. معكم سامير دكتور فارماسي، فارماسي معك في الدار كيما موالفين. اليوم حنهضروا على واحد لاسيري جديده حنجوزوها بياسر في شهر رمضان، حيكون اسمها صحتك في رمضان. بياسر حنهضروا فيها على اهم المشاكل الصحيه اللي تواجه المواطن الجزائري في شهر رمضان. لو بريمي ابيسود حيكون اليوم، وحيكون العنوان تاعو كيفاش الغدوه تاعك في شهر رمضان. أغلبية الناس يتبعوا عن طبيب بالمدة تاع شهر تيماس، يعني كل شهر يروح عن طبيب، والطبيب هذا غادي يتبع فيه على مدار 12 شهر ويعطي له دواء ويعطي له الجرعات باش تبقى دائما الصحة تاعو والجسم تاعو في توازن. يلحق شهر رمضان حيصوم، حيبدل التوقيت وليزورار تاع الدواء تاعو، دونك باش ما يكونش اختلال في توازن الصحة تاعك وفي الجسم تاعك، تبع معايا حنعرفوا أهم الأدوية كيفاش تربو في رمضان. أول مثال نهضروا عليه هو ليفوتيروكس، دواء تاع الغدة الدرقية، ولا بريبار منكم كاع يعرفوه. كيفاش حتشربوا دوريجين، ولا تشربوا نتا الصباح على الفراغ وتصبر 20 مينيت باش تشرب القهوة تاعك. في رمضان عندك خيارين، سواء تشربوا قبل الإفطار، يعني تقسم به رمضان وتصبر واحد نص ساعة باش تكمل تفطر وتاكل شكاين فوق المائدة، سينو تقدر تسنى حتى للسحور، اصبر واحد ربع ساعة بلا ما تاكل والو، وقبل السحور بساعة اشرب دواء ليفوتيروكس تاعك، اصبر 20 دقيقة ومن بعد سحر عاد. لما نهضروا ثاني على دواء تاع ضغط الدم تاع لاطونسيون، اغلبيه الناس تكون عندهم جرعه وحيده خطرة في النهار، دائما يشربوها نورمالمون في الليل، دونك كمل خليها في الليل وما تاثرش على الصيام تاعك عادي. في حال ما كنت تشربها في النهار ديكاليها شهر كومبلي وتشربها في الليل، يعني مول الافطار. واذا كانوا عندك جرعتين تشرب واحده مع الافطار وواحده مع السحور، فوق جرعتين ثلاث جرعات لازم تعاود تشوف الطبيب تاعك، تشوف سبيسياليست على خاطر الوقت قصير بين الفطور وبين السحور باش تاخذ اكثر من جرعتين، يعني ثلاث جرعات للفوق تاع دواء تاع لاطونسيون. صح، ناخذ مثال واحد اخر تاع الادويه تاع الكوليسترول. الادويه تاع الكوليسترول معروفه باللي نشربوها في الليل، دونك تبقى في وقتها في الليل وما تاثرش كاع على صيامك. بالنسبه للزونتيبيوتيك، المضادات الحيويه، المضادات الحيويه معروف بلي دائما نشربوهم بعد الاكل، دونك نتايا باينه بلي حدك عليها بين الفطور والسحور، جرعه واحده في الفطور، جرعتين فطور وسحور، ثلاث جرعات دائما لازم تشوف طبيب، سواء يزيد لك في الجرعه باش يولوا اثنين، سواء ينحي لك جرعه واحده على خاطر الوقت قصير. دائما كيما قلت لكم بين الفطور والسحور باش نشربوا ثلاث جرعات تاع مضاد حيوي. حبوب منع الحمل ما كانش تاثير، تقدر ديكالي الحبه هذيك تاع من الوقت عندها، يعني الاغلبيه تاع النساء كانوا يجي يشربوا حبوب منع الحمل في الليل. اذا بديت تشربيها في النهار ديكاليها مور الفطور، وبيان سور اذا كانوا عندك سبع ايام قبل لوفيلاسيون، يعني قبل الاباضه، ديري حسابك من الاحسن ديري طريقه حمايه زياده. لما نلاحقوا لي ديابيتيك، الناس المصابين بداء سكري بعيدا على تيب 1 ولا تيب 2، يعني النوع الاول ولا الثاني، حنهضروا على الدواء. الحبوب تاع لي ديابيتيك باغ اكزومبل ميتفورمين، جلوكوفاج، من المعروف انك سواء تشربوا جرعه جرعتين ولا ثلاث جرعات. اذا كانوا عندك جرعه ولا جرعتين باينه في الفطور وفي السحور، فوق جرعتين لازم تشوف مع الطبيب تاعك سبيسياليست، حيقول لك خاصك تخلي الجرعه الوسطانيه ولا تنحيها. بالنسبه للناس اللي يستعملوا الانسولين، دائما لازم قبل ما تصوم تسقسي الطبيب تاعك، هو اللي مدك لوطوريزاسيون في هذه الحاجه ماشي الصيدلي. واذا عطاك لوطوريزاسيون بيان سور حيفهمك كيفاش دير الانسولين تاعك. كيما معروف بلي الانسولين فيها نوعان، عندنا الانسولين اللي تكون رابيد يعني نستعملوها بلوزيور فوا بار جور، وكاين الانسولين اللي تكون نوت ثقيله اللي تخدم 24 ساعه في الجسم تاعنا. دونك هذيك اللي تخدم 24 ساعه لا بليبار يديروها مع العشيه، دونك خليها في وقتها وما تنساش. حنايا نخدموا على الانسولين اللي تكون رابيد، دونك اذا كانت عندك جرعه واحده برك في النهار بيان سور حديرها مع الفطور، اذا كانوا عندك جرعتان حدير واحده مع الفطور وواحده مع السحور. اذا عندك فوق ثلاث جرعات لازم تراجع الطبيب، هو اللي حيحدد لك ليزونيتي شحال دير، على حساب واش رايح تاكل، على حساب الحاله الصحيه تاعك والوزن تاعك. هذه فيما يخص اهم واشهر الادويه اللي الناس قاعده تعرفها والناس متعوده تاخذها اللي عندهم امراض مزمنه بطبيعه الحال. كاين ادويه واحده اخرى وكاين جرعات واحده اخرى، في اغلب الحالات تكون كاينه جرعه واحده كل 24 ساعه، يعني جرعه واحده في النهار، على خاطر هذاك الدواء عنده تاثير تاع 24 ساعه. في هذه الحاله اذا الطبيب تاعك عطاك لوطوريزاسيون باش تصوم وكنت تشرب دواء كل يوم حبه، حتشربها سواء مع الفطور سواء مع السحور. بون ان شاء الله رانا فهمناكم اهم الادويه هضرنا عليهم، مازال كاين كلكو ميديكامون وكاين نصائح واحده اخرى حنطرق عليهم في ايام رمضان ان شاء الله. غدوه اول ايام رمضان نقول لكم صحه صحه.